هل الأخوات من الرضاعة رحم يجب علي وصلهم أم لا؟ ليس رحم. الأخوات من الرضاعة ليسوا من الأرحام. الأرحام هم القرابات، هكذا أبو الزوجة وأخو الزوجة وعم الزوجة وقاربها يقال لهم أصحاب، وليسوا رحم. الرحم هم القرابات، لكن أولئك ينبغي الإحسان إليهم وصلتهم من باب المجاملة ومن باب مقابلة المعروف بالمعروف، لا لأنهم أقارب، لكن أصحابك وأقاربك من الرضاعة إذا أحسنت إليهم أو وصلتهم فهذا من مكارم الأخلاق.